יש לנו לוחמים על הקרקע, לפעמים גם מתחת לקרקע, ויש לנו עיניים בשמיים. فضيحة كبرى لاستخبارات إسرائيل تكشفت بعد ادعاء شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام اعتقال شبكة تجسس من 7 إسرائيليين. الشرطة والشباك أقر بأن الشبكة زودت المخابرات الإيرانية لأكثر من 2 بمعلومات حساسة عن مواقع عسكرية. بحسب اعتراف الأجهزة الأمنية، شبكة التجسس نفذت مئات المهام بجمع المعلومات عن قواعد للجيش مع التركيز على قواعد القوات الجوية والبحرية والمواني والبنى التحتية للطاقة ومواقع أنظمة القبة الحديدية. المتهمون جمعوا معلومات استخباراتية حساسة لصالح إيران على مدى 2، حيث نفذوا ما بين 600 إلى 700 مهمة وتلقوا مئات الآلاف من الشواكل كتعويضات عن مهامهم، بما في ذلك تحويلات مالية من سياح روس وعملات رقمية. إيران وإسرائيل تعتبر كل منهما الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ أعوام اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية. عجز إسرائيل عن اكتشاف خلية التجسس لأكثر من 2 فضيحة كبرى تعكس أزمة هائلة لدى أجهزتها الأمنية، وتظهر وجود ثغرات واضحة في أمنها القومي، وتؤكد قدرة إيران على تجنيد عناصر من داخل المجتمع الإسرائيلي لتزويد طهران بمعلومات حساسة.